يعطيكم العافية. بعتذر أول شيء على التأخير لأسباب تقنية بكتير. ما بتعرف اليوم حيكون اليوم الثاني من لقاءات التعاون المفتاحي في الهدى. اليوم حيكون موضوع كتير شيق. نحكي إنه الفرق بين نموذج المؤسسات التقليدي بين نموذج المختلف الجديد من الأعمال. ما أحسب عليكم بتاعت المحاضرة. تفضل. أنا صلاح حجازي سنة رابعة هندسة معلوماتية صح؟ وكثير مهتم طبعا أحد أعضاء الكيلولوجيا ومهتم بمجموعتين من التكتيك والميكروبيولوجيا فمشان هيك نسيت الجامعة. هلا أول شغلة رح أحكيها إنه أنا حابب أسوي سيارة، أصنع سيارة. هاي السيارة بدي إياها تكون كثير جديدة، بدي فيها ثلاث شغلات أو أربعة بالأحرى. بدي تكون فعاليتها كثير عالية، يعني استهلاكها للوقود كثير قليل. بدي تكون الأمان تبعها كثير عالي. تكون سرعة عالية وبنفس الوقت بدي الكلفة تكون مخفضة. فعم فكر أنا شو ممكن نساوي فالشركات، يعني هلأ إذا تخيلت أنه أنا عندي النفوذ المطلق والمال المطلق أنا شو ما بدي، يعني هلأ هي الخطة اللي هو بدي نفذها بعشرين سنة، من هون لعشرين سنة لوين بدي أوصل، شلون بدي ساوي هالسيارة. فأول شيء فكرت فيه أنه راح أسس مؤسسة أو شركة، ابني شركة تكون أحسن من هاي الشركات المصدية اللي هالأيام اللي عم تخسروا حالة حالة فاتح بحيث. فبدي تكتك مظبوط إنه شو بدي أساوي. فأول شغلة رح أجيب مدير، لو رح أجيب علماء، أهم من المدير رح أجيب علماء يكونوا كثير متميزين، يعني رح أدور على أميز شخصيات بالعالم ألمع علماء ويكون عندهم كمان كثير هيك إبداع، ويعني ما لهم سائلين وعن جد يعني ما بيهمون شيء. ورح أدور على مدير يكون كثير حازم ويعرف يدير هالمجانين هدول، قصدي هالعلماء هدول، لحتى يعرفوا يطالعوا هالمنتج العبقري هذا. وبنفس الوقت بدي ميزانيه اكيد كثير ضخمه حتى انافس شركات كثير كبيره بالعالم. فبدي تشوف بنوك، شوف كمان بدي تشوف الناس الفهمانه اللي نفذت من الازمه الاقتصاديه عشان اشتغل. ولسه ما بعرف يعني شو بيلزمني من هون ل 20 سنه، يمكن بده مدراء تسويق، مبيعات، بدي يمكن ناس ما بعرف شو بيساوي، يعني كثير رح يلزمني ناس. طبعا هدول الناس كلهم بدهم الناس يديروهم وبدهم يكون في اقسام بالشركه ومؤسسات، يعني ان شاء الله ان الخطه رح تكون راكزه تمام من هون ل 20 سنه ان شاء الله بيطلع معي شيء. بس المفاجاه انه للاسف امبارح وانا عم احضر المحاضره اكتشفت انه واحد سبقني وعمل هالقصه كلها بثلاث اشهر، وعمل سياره اسمها ويك سبيد، عملها لحاله وبعدين اشتركوا معه المتطوعين وفعلا حطمت الرقم القياسي بالتوفير الوقود، تمشي 104 ميل برجالون، وهذا كان حلم خيال. السيفتي تبعها عالية جدا، خمس نجوم أخذت باختبارات الصدم، كلفتها كثير رخيصة 20,000 دولار، مليون ليرة سوري بس، وزنها كثير قليل وتصميمها مذهل. معلش عم تفرجينا كمان هذا الفريق اللي عمل ويك سبيد، هذا الفريق الأساسي. طبعا في مئات المتطوعين، في أساتذة، في فنانين، حتى أطفال، اي شخص اذا بفوت على موقع ويك سبيد اي شخص بيقدر يشتغل معه، وهذا الشيء فقط بثلاث شهور صار. تمام، هي نسخه ثانيه من ويك سبيد، هذا هو اللي اول انسان سمى ويك سبيد، اول شيء عملها بكراجه وكان يدون على الانترنت على المدونه، بس يعني هو الزلمه هيك حابب حاطط عم يشتغل بشغله عم يشتغلها ويحكي على البلوك تبعه انه شو عم يصير معه، وفجاه الناس كلهم يجوا لعنده على الكراج يشوفوا شو عم يصير معك ويقولوا له نحن كثير مبسوطين وبدنا نضل نشتغل معك، وفعلا صار في معه ناس كثير مذهلين، والمذهل بهالسياره تاكس اكيد. المذهل بهالسياره انه الشركات العملاقه اللي غيري اشتغل فيها عشرات السنين كل دورة تصنيع تبعها لحتى طالع نموذج جديد من السيارة أو شيء جديد بالسيارة مثل بي ام دبليو مرسيدس وإلى آخره، هدول كلهم اللي بنعرفهم، بدها من 10 ل 20 سنة. يعني 10 سنين تاخذ معهم دورة التصميم والاختبار والتنفيذ وإلى آخره. ويك سبيد دورة التصميم تبعها أسبوع واحد. يعني كل أسبوع في شيء جديد، كل أسبوع بيطلع نموذج جديد من السيارة.
والمذهل فيها انه السياره كلها موديولر مقسمه لاقسام، فباي لحظه بيقدروا يفكوا السياره. المفروض يكون في فيديو بتشوفوه ان شاء الله بحط لكم اياه على المجموعه. بفكوا السياره بشوفوا اي قطعه من السياره بيقيموها، بيعدلوا قطعه جديده بيجيبوها وبيركبوها مكانها. فالمذهل انه بهذا المؤتمر كان عم يفرجيهم يحكوا لهم القصه تبع السياره، وبنفس المؤتمر عمل نسخه جديده من السياره. يعني المذهل بالموضوع انه هو مهندس برمجيات حتى متبع طرق التصميم الجديده بعالم البرمجيات المفتوحه المصدر، انه نحن شلون بنتطور بسرعه كثير وبنتواصل مع المستخدمين. ففعلا وصل لدرجه انه يعرضها باكبر المعارض العالميه، وان شاء الله رح نرجع نحكي عن السياره فعلا كان شيء مثير. مين بيعرف الحباب؟ هذا تاكسي بالعاده لما اكون بين الجمهور انا كل ما تواصلت لازم سكت. ليش؟ لانه هذا اللي بلش القصه كلها. هاد شعار نظام تشغيل لينوكس. لينوكس بال 91 اجى شاب اسمه لينوس تورفالز كان عم يدرس هندسه معلوماتيه، هو ما كان عم يدرس هندسه معلوماتيه يعني حاسوب. المهم وقرر انه رح يعمل شغله جديده، انه رح يكتب. شو يعني نظام تشغيل؟ هلا اغلبنا بنستخدم ويندوز. نظام تشغيل هو البرنامج اللي بيشغل الكمبيوتر، اللي بيحكي له الكمبيوتر شلون لازم يشتغل. هذا طبعا الكلام لغير الاختصاصيين بس مشان ما حدا يقول ايه. ف نظام التشغيل هو البرنامج اللي بيحكي له الكمبيوتر كيف يشتغل، هو احد اعقد البرامج على الكمبيوتر. هذا الشاب عمل شغله انه لما عمل وقت نظام التشغيل حطه على الانترنت، وفجاه صاروا يتواصلوا مع الناس وصارت تتطور بطريقه تشاركيه، وهلا الاف الناس عم يشتغلوا عليها. رح نشوف هلا شلون انبنى نظام التشغيل هذا. You use Linux every day, whether you know it or not. Over 850,000 Android phones running Linux are activated every single day. Compare that to just 30,000 Windows phones, according to the latest reports. That means 100 Android devices have come online just since you started watching this video. Nearly 700,000 TVs are sold every day, most of which are running Linux. 8 out of 10 financial trades are powered by Linux. 9 out of 10 of the world's supercomputers run Linux. Google, Twitter, Facebook, and Amazon are all powered by Linux. So, how is Linux developed to achieve all of this? Unlike other operating systems, like Windows or iOS, Linux is built collaboratively across companies, geographies, and markets, resulting in the largest collaborative development project in the history of computing. Just since 2005, about 8,000 developers from almost 800 companies have contributed to the Linux kernel. These contributions have resulted in 15 million lines of code, 1.5 million lines written in just the last couple of years. Consider that Homer's epic Iliad poem is a mere 15,000 lines of text. The novel War and Peace, just 560,000 words. But it's not just about the sheer number of lines of code. It's also about how quickly Linux is developed and released. For example, a major new kernel comes out every 2 to 3 months. Compare this to years for competing operating systems. This is made possible by a unique collaborative development process. When submitting code to the Linux kernel, developers break changes into individual units called patches. A patch describes the lines that need to be changed, added, or removed from the source code. Each patch can add a new feature, new support for a device, fix a problem, improve performance, or rework things to be more easily understood. Developers post their patches to the relevant mailing lists, where other developers can reply with feedback. When the patch is close to being release ready, it is accepted by a senior Linux kernel developer, or maintainer, who manages one or more of 100 different sections of the kernel. While this isn't a guarantee that it will go to the mainline, it's certainly a good sign. Here it gets an even more extensive evaluation. When the maintainer finishes their review, he or she will sign off on the patch and send it on to Linux creator and Linux Foundation fellow Linus Torvalds, who has the ultimate authority on what is accepted into the next release and what is not. Nearly 10,000 patches go into almost every new release. About 6 patches are applied to the kernel each hour. Linux's rate of development is simply unmatched. Today, Linux is dominating on mobile devices, in the enterprise, and web infrastructure, data centers, supercomputing, and more. What's next? Because together, we're ready.
الفكرة انه هاد نظام تشغيل هاد فعلا what's next we are ready يعني حسس العالم انه مع بعض بنقدر نعمل اي شيء يعني سيطر على السوق كله سوا بنية جديدة اي انسان بيقدر يستخدم لينوكس لحتى يبني مشروع يعني الفكرة انه قدرة العالم كله صارت بين ايدين اي شخص بهذا المجال بس الفكرة ما بس هيك الفكرة انه وجود هاي التجربة المذهلة بهذا المجال اعطت ثقة كتير كبيرة انه معناتها نحن ممكن نعمل اشياء تانية كتير رهيبة فشو صار بعدين؟ بعدين؟ كمان بعدين؟ اجت كتير هلا الفكرة انه اذا رجعنا باك سبيس وحدة هلا صار في ويب 2 هلا لينوكس بلش تطويره لينوكس تورفالز بال 91 كان لسه الانترنت شوي قديم كان لسه ويب 1 تقريبا يعني بين الويب 1 والويب 2 هلا شو يعني هذا الكلام؟ لينوكس كان اكثر شغله على الشيء يسموه ميلينج ليست يعني الناس بيتواصلوا معه بيكونوا كثير فايتين بالانترنت كثير متقنين له بسموهم هاكرز فبيتواصلوا معه عندهم القدره على التواصل انه بيبعثوا له كانوا من وقتها يبعثوا له تغييراتهم على نظام لينوكس على الايميلات فكان هذا النوع من التواصل كثير صعب بس بعدين تطورت التقنيه وتطور الويب وصار في شيء اسمه ويب 2 ويب 2 هو انه صار الويب تفاعلي صار فيني اتواصل واتفاعل مع الويب بطريقه كثير سهله وهذا الشيء ادى لتجربه ثانيه كثير كبيره اللي هي ويكيبيديا موسوعه بلشت ب 2001 ووصلت ب 10 سنين سبقت صارت اكبر موسوعه بالعالم سبقت بريتانيكا مثل ما حكى امجد بالتوك الماضي فالفكره انه هذا الشيء شلون صار رغم انه شو اسمه مؤسسه ويكيبيديا جيمي ويلز بلش مثلي كان بده يعمل بعد 20 سنه اكبر موسوعه بالعالم افضل موسوعه بس للاسف بلش بشيء اسمه نيوبيديا وفشلت عم قال طيب تعالوا نكتبها مع بعض ففعلا بدا هو ورفقاته يكتبوها وبعدين سمحوا للناس يدخلوا وشوفوا شو صار Wikipedia is one of the most important websites on the internet today, but you might be surprised to learn that it began as a side project of another online encyclopedia. That was called Newpedia, to be a traditional encyclopedia written by experts, free and online. But only one person had final publishing authority and it wasn't quite taking off. As a founder of Newpedia, I led the group to establish a farm team of sorts for future Newpedia articles. We used a new software platform to make collaboration easy, the Wiki, Wikipedia. It happened to be the perfect way to write many pages very quickly. Soon enough, Newpedia couldn't keep up and Wikipedia took center stage. We were creating not just a free content encyclopedia, but a free encyclopedia that anyone can edit. Other language editions appeared quickly, over 270 at last count, and it was soon followed by sister projects like Wikisource, Wikinews, and Wiktionary. In 2003, I created the Wikimedia Foundation to ensure that Wikipedia could keep up with its own growth. Wikipedia gets almost 400 million visitors every month, and the list of sites visited more often is very short and very famous. Wikipedia celebrates its 10th anniversary in January 2011, and in these 10 years has become one of the most popular websites in the world. I still lead the community, and the Wikimedia Foundation helps us to make Wikipedia what it is today. Who does edit Wikipedia? Over time, as many as 1.2 million people have contributed to Wikipedia. As of 2010, there are more than 11 million monthly edits to all Wikipedias in all languages. According to one survey, we have about twice the proportion of PhDs compared to the general public. On the English Wikipedia, almost 50% have no religion. And 14.6% of French editors claim to believe in Pastafarianism. It would be fair to say that most Wikipedians are not average. One reason, maybe, is that editing a single page is easy, but getting heavily involved is harder. The community is defined by more than 200 combined policies, guidelines, and essays, to say nothing of the discussions and reviews, committees and notice boards, wiki projects, and more. All the site content is decided by Wikipedia's volunteer contributors. The Wikimedia Foundation has no editorial role whatsoever. The Foundation's job is to keep the servers running and the lights on. But there's more to it than that. The Foundation is also growing Wikipedia's presence worldwide. More data centers to speed up Wikipedia worldwide, and even bringing its first office outside of the United States to India. Wikipedia is already very popular in the West and in the North,
A new challenge is going to be making Wikipedia available to the developing world as well. The foundation is a charity and runs entirely on donations, some from corporations and institutions, but the vast majority from its millions of editors and readers. It's incredible what has been accomplished already, but Wikipedia is far from done. As any reader knows, some articles are very good, but some are not. Wikipedia still needs a lot of work. Yet, this is a new challenge, not just building an encyclopedia from scratch, but making it better, more accurate, more citations. Not just broad, but deep. There's never been anything like Wikipedia before, and its future horizon is very, very long. As Wikipedia enters its second decade, it's up to all of us to make sure it gets even better. لاحظوا انه 200 سياسه لحفظ المحتوى لحتى لحفظ الموسوعه، موسوعه فيها اكثر من 3 مليون مقاله، والمذهل انه ما في مؤسسه بتدير المقالات ولا حتى السياسات، مين كتب السياسات لحفظ المحتوى؟ كتبوها اعضاء ويكيبيديا نفسهم المساهمين بويكيبيديا، يعني بيجي واحد بيساهم بويكيبيديا بيساهم بدرجه كبيره بيقوم بيصير عنده الصلاحيه ليعدل بسياسات الموسوعه نفسها، فالموسوعه نفسها والمجتمع المحيط فيها هو اللي عم يطورها وهو اللي عم يبلورها وهو اللي عم يحدد معالمها، وبعدين تطورت لدرجة انه صارت هي احد اروع الاشياء وافضل الاشياء بالعالم. من ورا شو ما في ولا يعني ما في مركزية بالموضوع، حتى اذا لاحظتوا ويكيميديا فاونديشن بس مهمتها انه تكون في سيرفرات مشغلة الموسوعة، يعني انه بس في كمبيوترات هي مهمتها، اما الباقي كله هو شغل الافراد هو شغل الاشخاص. هلا هاد مفهوم جدا مهم بركز عليه كليشيركي بالمحاضرة، اللي هو انه نحن لما بدنا الناس يتفاعلوا، والمذهل بالموضوع انه ما عادت لينوكس ولا ويكيبيديا، صار في الاف الامثلة وامثلة فعلا كبيرة كثير. ليس ابغى اشوف شو رح يطلع لنا تمام. ستاك اوفر فلو، ستاك اوفر فلو هو موقع اسئلة واجوبة. هذا الموقع صار احد اهم المراجع بالعلم الحاسوب بالعالم، تقريبا ما في مشكله برمجيه بتواجهك الا بتلاقي الجواب بستاك اوفر فلو، والمذهل انه ستاك اوفر فلو بضم اكبر العقول بالعالم وبيساهموا حتى هون، يعني هم اللي بيحددوا السياسات وهم اللي يعني هو مثل ويكيبيديا بس بطريقه شوي مختلفه. فالفكره انه صار في عندنا هيك مرجع بالعالم وكبير لهالدرجه بهالبساطه. هلا الفكره انه اللي بيحكيها كليشيركي انه بسبب انخفاض تكلفة التواصل لدرجة مذهلة صار الناس ما عاد يحتاجوا مين ينظم جهودهم، صار المحتوى لحاله او بالاحرى الموقع لحاله هو اللي بينظم التواصل بين الناس. يعني مثلا ويكيبيديا لما اجي انا اكتب شيء فبيجوا الناس كلهم بيشوفوا الشيء اللي كتبته انا، فبيجي احد الافراد بيشوف اني انا كتبت شغلة مثلا لازمها تعديل او لازمها تصحيح، يقوم بيجي بيعدل، ما حدا قال له انه انت يا فلان روح شوف هذيك الشغلة وعدلها، لا هو لحاله شافها. بس ليش؟ لانه وجدت بمكان ادى اني انا اشوف انه لازم يتعدل، فالمقاله هي اللي صارت تدير الناس، العمل نفسه صار يدير تواصل الناس، وهذا الشيء ادى لظهور الموسوعه بس بسبب تواصل الناس وشغلهم مع بعض بهي البيئه. ونفس الشيء ستاك اوفر فلو بامثله كثيره. فالفكره انه تبني بنيه تسمح للناس تتواصل وتتفاعل وبنفس الوقت يكون في عندك خرج مفيد ومنتج، لانه بكفي التواصل، يعني ما عاد في حدا يحتاج ينظمه تمام. هلا احد الامثله المثيره كمان لمؤسسه، يعني لما يصير في عندنا هيك شيء بالعالم ما عادت المؤسسه تقدر تقعد على جنب وتقول انه لا انا بدي الهيكليه تبعي بدي، لانه صار في شيء كثير كبير عم يصير لازم المؤسسه تتواصل معه. واحد المؤسسات او الشركات اللي نجحت بهذا الشيء هي جوجل. هاد الماركت شير او حصه السوق لموبايلات اندرويد او بالاحرى هي عدد التطبيقات، هي حصه السوق. هلا اندرويد في 104 مليون جهاز اندرويد بالسوق، عندها 68% من حصه السوق مقابل ابل 16.9 اللي هي الايفون من حصه السوق. لاحظوا انه هدول الاثنين لحالهم تقريبا 80% من حصه السوق، ف 80% اخذ منها 68% الاندرويد. الاندرويد مين اللي عمله؟ الاندرويد هو لينوكس. يعني لاحظوا لينوكس لوين وصل. الاندرويد مثل ما قال 8500 كان، هلا صاروا بالملايين. فالفكره انه جوجل
سمحت للافراد يطوروا تطبيقاتهم ويرفعوها على الاب ستور. وصل فيه 400 الف تطبيق على الاب ستور وحصه السوق ملاحظين قديش. الفكره انه جوجل قدرت سمحت للناس، يعني هي بنت الطبقه وسمحت لهم يتواصلوا ويتفاعلوا لحتى يبنوا شيء كثير كبير. تمام. ليش عمل أبل بالنسبة لأبل؟ تمام، يعني كمان أبل بالثمانينات بعتقد وجوجل بالألفين، يعني كمان بهالسرعة الرهيبة قدرت تفوت على السوق وتكتسحه بس بسبب معرفته لهالرهيبة. طيب برجع بقول هون عن فكرة انه هذا contributions to Drupal. Drupal هو تطبيق مفتوح المصدر. هاي فكرة كتير بركز عليها كليشة. هون عم يحكوا انه قديش المطورين مساهمين بهذا التطبيق المفتوح المصدر اونلاين. هلا هون بنلاحظ انه على اليسار المطورين كتير عم يساهموا، بس على اليمين عم تكون مساهمات كتير قليلة. خلي كليشة يشرح اول. Thank you.